فهم الصمتة امتحان طوكيو ما فهمتش منطقة طوكيو ربما المنطقة سميتها طوكيو وقيلة ولا ما فهمتش وقيلة هو اللي سميتو طوكيو صافي فهمت طوكيو وعيط ليه المخزني البوليسي فهمت هو ملقبينو بطوكيو كدلان كدلان أمي شو 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 دار دار الذنب ولا بحال كاين ذنب ذنب على السطر داز محدا الجامع ندم ندم على السطر سبعتون كي لونسي نوفو كليب ديالو اللي سميتو طوكيو اللي من المينياتور ديالو تيبان لنا فيه الفنانة الكبيرة المغربية فاطمة والشاي اللي كانت ممثلة دواحة ليلى ست دواحة لالا في حديد دان ممثلة اسطورية جابها في هذا الفيديو يعني غتكون شي حاجة متأكد هاد المرة غتكون شي حاجة واعرة بزاف لأن باش تجيب هاد الممثلة تمثل معاك فبكل صراحة ريسبكت لهاد المغنية سبعتون كان جاب معاه واحد الممثل شيباني في أغنية سامحيني وجابوا معاه حتى في الزرقاء ومثل معاه جوج مرات عاونوا وحاليا كيجيب فاطمة والشاي اللي غبرات على الساحة الفنية في هذا العمل ديال طوكيو باش نشوفوا كنتمناو يكون شي حاجة مفرقعة وكنتمنى فاطمة والشاي تعطي الإضافة تاعها وتعود بقوة مع سبعتون يلا نبداو نشوفوا طوكيو سبعتون شنو فيه مرحبا بكم في فيديو جديد وفي رياكسيون جديدة واللي تحمل عنوان سبعتون طوكيو اغنية خوتي انتظرناها بعد ما لونسا الطراير تاعه وحاليا شفنا في مينياتور فاطمة والشاي اللي غتكون البطلة تاع الكليب نشوفوا اخوتي نتمنوا كيف ما توقعنا نتمنوا تكون شي حاجة واعرة وربما من خلال المينياتور تيهضر على الام كل شي ممكن ما تعرف كل شي ممكن مع سبعتون يقدر يصدمك طوكيو العنوان ايضا طوكيو فيه لغز ما 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 معنى طوكيو طوكيو هي عاصمة تاع اليابان وما معناها في غنفهمو يلا نفهمو سبعتون طوكيو طوكيو سبعتون طوكيو 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 سبعتون او 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 سبع يلا خوتي نبداو دابا سبعتون طوكيو شاهدوا الفيديو كليب زين اوا هادشي بادي مجاد اخوتي بادي مجاد ايه على لقطة اخوتي نفس تقريبا نفس الطريقة اللي غنى بها ديدين ماشي اللي غنى بها اللي جسد بها ديدين كانون ديال الاغنية ديال مع فوفا ديال الوالدة انه كيهضر مع الوالدة في الحبس وبيناتهم الزجاج حاليا الوالدة تاعو كيبان لنا هنا هي فاطمة والشاي سبعة وولدها يعني رسالة غتكون قوية للام غينجح لي هذا الفيديو كليب شوف التمثيل اخوتي شوف هاد السيده شحال كتمثلو الظلمات الظلمات باب 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 ديريكتور ايغمان محمد غادي في الطريق بوحدي وكنصور راسي يا دنيا انت فين غادي بيا عطي على بدايه خوتي المشهد الاول هو مو اسطوري وديك اللقطه تاع اليدين اللي فارقهم الزجاج اللقطه الثانيه الدخله كيفاش مغني بواحد الريتم حزين وحزين وحزين وظلامي ديال بصح وبحال شي واحد في الظلمه مسدين عليه وتيغني تيعبر زيد زيد شو 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 فاطمه والشاي زعما باش تمثل لي الشخصيه تاع المراه اللي فقدات ولدها في الحبس وجات تاع ادات الشخصيه وانا متاكد انها هنا غتزيد تبين لهاد اللي كيقولوا دابا الناس القدام خصهم يعتزلوا لا الناس القدام خصك تعلم منهم ماشي مشهد تاع البكاء تشوفها تقول كتبكي بصح ماشي تقول كتمثل شوف شوف ولا سرباي كان سرباي وانا من طبعي كنخبي الحزن بزاف اخويا سبعات من طبعهم كيخبيو الحزن دابا وقيلا فهمت هاد البنت هادي جات عندو القهوه كان سرباي سربالها العصير عجبها عجباتو عطاتو النمره ربما ظن انه الحب وهادي وهادي ربما هي السبب غدخل للحبس
مازال ما فهمناش الفيلم، انا ديما كنحب نفهم القصه من الاول، ربما غتغيروا على مو هادي وفي الاخر غتدخلوا للحبس. يبين لك ان الام اعظم حب. اذا كانت هكا واعره ايه. شوفوا اخوتي واحد الميلونج ميلونجها في الفيديو كليب، واش لاحظتوا ولا لا؟ كيغني مقطع وكيبين لك القصه وكيرجع لك للنهايه انه هو مو، يعني كل مقطع كيعاودو كيفكرك ان مو وسط من المقطع. اي زيد زيد استبعدتي ما عمرني نويت الغدر. اوه شوف 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 كنقول لحياتي يا حياتي غي صبري. وراها لمو شتيها قلت لكم وراها لمو. الناس اللي كيقول لك ممثلات جداد تعلموا من هذه، هذه استاذه في التمثيل، استاذه. شوفوا كيفاش كانت كتبكي وشوفوا حاليا فاش قبل ما تبكي كيفاش كانت فرحانه مع ولدها. شوف انسانه كتجسد اصاحبي كتمثل. ممثلات عندنا هنا البكا كتشوفهم كيبكي وهما كيضحكوا، الصوت تاع الضحك وكيلصقوا بكا والبكا كيلصقوا بالضحك. زيد زيد نبكي وندب فوق الكونتوار. شوف 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 اي زفعتنا تي ماكس. ساعة على ساعة كتظلام عليا يا امي. نبكي وندب فوق الكونتوار. الزرح اللي فيا ما كيبراش. الموش طبغي باي باي يا اختي. اووووو على كلاسات هادي هي اللازمة اللي خصها تحفظ. شوف شوف على قبلها، على قبلها الدابز وعلى قبلها دخل الحبس وعلى قبلها وفي الاخر شكون يعقل عليه مو. دري عليه من الخدمة باترون دري عليه. السبعة هذا مش كيعجبني كيدير لك فيلم في الفيديو كليب، فيلم فيلم كتفرج فيلم. إلا درتي الخير حاولت تنساه غير خليني ساكت خليني. بزاف كيديروا الخير كيبقاو لا 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 درت 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 واسكت صافي درتي سكت. المشكلة هاد الأغنية راه هاد الأغنية الكلمة تاعها كاملين كيعاودو من مور، هاديك هي اللي كيهضر مع مو. يعني هادشي أنا هو اللي وقع عليا تتقيد تفاجئني دخلت للحبس. وهاد البنت نيت ريطاتو كتبان طماعة باينة فيها طماعة، فاش يخرج من الخدمة غتفر فيه. شو عطاتو الفردي ايه بتدخلو الإجرام. وصاني جدي وقال لي الصحاب وصاني جدي وقال لي الصحاب ما ديرهمش وراك غير غدروك ديرهم جنبك حداك كتشوفهم باش لا بيهربوا تهربت انت وراك يقدروا يهربوا خليك انت. شوف شوف اه قالت لي اذا بغيتيني خصك تسرق لي داك العيق تاع الماس وصوراتو يعني با تقيدو. دارت لك الكرونات دا سبعه دو تيش تيش فيلم كتفرج فيلم مع سبعة دول. هادشي باش كيعجبك اخوتي اضافة للكلمات واللحن. كظلام امي كونتوار ما كيبراش باي باي كظلام كظلام امي. شوف 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 دار دار الذنب ولا بحال كاين ذنب ذنب على السطر. داز من حدا الجامع ندم ندم على السطر. اوه جاو ليه شتي شقلت ليه جديداتو. الصمت امتحان طوكيو. اوه هادي دابا عاد فهمنا طوكيو يعني الصمت امتحان، يعني ان الصمته كيفاش غادي نقول لك انك تكون ما فهمتش ولكن نحاول نفهم. الصمته امتحان طوكيو ما فهمتش.
منطقة طوكيو، ربما المد اسمها طوكيو وقيلة ولا ما فهمتش. وقيلة هو اللي سميتو طوكيو. صافي فهمت، طوكيو وعيط ليه المخزني البوليسي، فهمت، هو ملقبينو بطوكيو، يعني الصمت امتحان طوكيو، يعني هاد الشيء اللي وقع عليك اللي دورات عليك هذه الصمت امتحان اللي كطوكيو اللي هو 7 شو. هرب هرب هرب، باقي غيتشد غيتشد. ما كيبراش امي، باي باي. شدوه بطريقة خايبة. ميساج عشيري ميساج، شو هذا؟ هي اللي تسد بدي فج، وهي اللي ضرباتو، هي اللي ضرباتو. هاديك ما كذبوش عليك، الضربة تقدر تجيك من أقرب الناس ليك أوليد. شو خلاتو هو أمو؟ أم الثلاثة السيدة هادي واعرة، الله فهمت دابا الطراير علاش دار هاد التصويرة هادي. من الثلاث، إذا قلنا أنا شكون اللي نجح لي هاد الكليب أخوتي؟ طوكيو 7 ديديكاس لفاطمة والشاي الممثلة اللي تلات معاه. فاطمة والشاي والبنت سميتها أحلام الذهبي. نعم خوتي اللي عجبني أنا بكل صراحة، بكل صراحة فاطمة والشاي عودتها للساحة، وأن جي فيديو كليب بحال هذا ديال 7 عنده قصة، وأنا متأكد هذا غيفرق على الأرقام، ربما غيكون أفضل كليب تاع 7 لأن مثلت في هذه قصة زوينة وكلمات زوينين، حتى إذا العنوان طوكيو غريب شوية ولكن غيجبد ليه أثير الناس باش يشوفوا يفهموا كيفاش طوكيو. طوكيو راهي سميت 7 في الفيديو كليب. قصة كتبين لك أن بعد خطرات الأحبة إذا فضلتيهم على والديك بعد خطرات كيطعنوك وكيخلوه في اللي كيبان لك فوق الشدة، والديك هي اللي مشات عندك وهي اللي كتهتم بك وهي اللي كتحن بك وهي اللي حضرات لك وهي اللي تقدر تعطيك روحها باش أنت تفرح، ولكن هذيك لا، هذيك عطيتيها ودخلتك الإجرام ودرتي شي حوايج اللي خايبين على قبلها باش ترضيها في الأخر. والو 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 والو، ديما بنادم والديك عاد الحب تاع البنت عاد حب أولادك عاد 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 الوالدين تيبقاو المرتبة الأولى، الأول بطبيعة الحال الله والرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الوالدين في الحياة هما الأولين، عاد يجي من وراهم المباقي. عمرك تفضل شي حاجة على الوالدين حتى إذا لقيتي المرأة اللي بغيتي وما اتفقتش ليك مع الوالدة أو ما تفهموش، فحاول أنت تكون هو ذاك الرابط الوصل اللي صلح بيناتهم. ما تفضلش مرتك على أمك وما تفضلش أمك على مرتك، فاصل بيناتهم وديما في القرار الداخلي ديالك على أن الوالدة تاعك راه هي المقام الأول. هادشي اللي كاين وادي الميساج اللي وصل 7 هنا غدرات وخرج من الخدمه ولا مجرم وهادي، وفي الاخر اش نهوالو يعني الحب اذا كان بحال هكا النهايه ديالو فتولي تفكر 100 100 100 مره باش تعرف الحب ديال بصح فين كاين. تهلاو اخوتي.